بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning everybody, 5th grade. You are welcome to a new English class for today. إن شاء الله يسعد صباحكم يا خامس، واليوم إن شاء الله راح نبلش بوحدتنا الجديدة Unit 12. زي ما احنا متفقين 12, 13, 14 and 15 we are going to take just the word power and the grammar from them. بس رح ناخد المعاني والقواعد منهم. Okay, when I grow up. Unit 12, when I grow up. إن شاء الله تكبروا كل واحد يحقق أمنياته بخير وسلام يا ربي. طيب, when I grow up, look at the picture. Scientist, pilot, tailor, farmer, nurse, photographer, judge. قاضي. يعني لما أكبر أنا هاي الصورة تعطيني هيك يعني لمحة عامة أو general idea، فكرة عامة عن إنه كل واحد فينا بحب يكون إشي معين لما يكبر. أوكي، خلينا نروح على word power. Word power. Listen and say the words. Listen and say the words. قبل ما نحكي الكلمات ونسمعهم. Do you want to have the same job as your dad or mom؟ هل انت بتحبي خامس تكوني بنفس الوظيفة زي ماما او بابا، ولا بيكون عندك اشي تاني؟ يعني في ناس بيكون مثلا بتطلع على امها اذا كانت a teacher or a nurse or a tailor or whatever، يعني بتكون اذا حبت مهنة امها او مهنة ابوها هي بتصير تخطط لحتى لما تكبر هي تصير هيك. طيب، يعني التخطيط اشي كتير حلو، والاتكال على الله كمان يعني هذا من المبادئ الرئيسية بديننا، اعقل وتوكل. بس مو أقول خلاص يعني بترك كل إشي ولما أكبر بصير. No, we have to work hard. لازم أشتغل كتير منيح على حالي لحتى أنجح وأصير إشي كتير كويس. بس كمان ما بدي أخلي همي إنه والله أصير أنا كتير إشي كويس بالدنيا وأنسى آخرتي. لا، بدي أختار يعني إشي مناسب إنه يكون ربنا راضي علي بالدنيا وبالآخرة. طيب، are you thinking about what kind of job you want to have when you grow up؟ هل انت بتفكري هلا يا خامس انه شو بدك تصيري لما تكبري؟ ترى اشي كتير حلو انه الواحد اذا غرز في عقله فكره معينه، هدف معين، بصير يشتغل. He works hard to arrive his goal. لحتى يصير يشتغل كتير منيح لحتى يوصل هدفه. What can you do well? What do you like to do? طيب، انا بدي اعطيكم نصيحه، انتوا صح صغار بس يعني هذا كتير اشي مهم انكم تعرفوه. إذا حبيتي الإشي اللي أنت بدك تشتغلي لما تكبري رح تبدعي فيه. يعني كل واحد بحب إشي معين بيشتغله بيبدع فيه، مو إنه والله بشتغل هذا الشغل بس لأنه شغل. No, I have to love my work to my job. لازم أحب شغلي لحتى أكون يعني أديت واجبي بشكل سلس ومبسط وحلو ويكون متقن كمان، لأنه شو ربنا بقول؟ إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه، يعني أن يتقنه، إنه لازم أعمل أي شيء بدي أشتغله لازم أسويه صح مو من وراء إيدي يعني. طيب، خلينا نشوف the word power first one. Tailor. Look at this tailor. He is hanging a scissor, a pair of scissors. هو حامل مقص وفي حاط لنا متر هون على رقبته وهو مرتب، يعني أكيد يعني خياط، شو بده يكون لابس أكيد إشي مرتب من خياطه. طيب، تايلر. على فكرة يا خامس، سؤال صغير، مين النبي من الأنبياء عليهم السلام اللي كان خياط؟ أترك لكم إياه ولا أجاوبكم. هذا النبي كان مجرد ما يمسك الإبرة ويغرزها يسبح، مجرد ما غرز الإبرة يعني تخيل باليوم 1000 غرزة على الأقل كان يسبح بكل غرزة إبرة يسبح تسبيح، عشان هيك ربنا رفعه مكانا عليا. سيدنا إدريس عليه السلام كان خياط، تايلر خياط. وعلى فكرة أجتني فكرة كتير حلوة، مو معنى والله إني أنا لما أكبر لازم أكون مهندس أو لازم أكون دكتور أو لازم أكون إشي كتير يعني يا بكون هيك يا بلاش. لا لا، الناس قدرات والناس أذواق. يعني أنا بحب أكون معلمة، غيري بحب يكون ممرضة، غيري بتحب تكون خياطة، غيري بتحب تكون طباخة ماهرة،
بس كإيش الطبيخ أصلا. إذن ما بدي أختار والله إنه وظيفة تكون هيك برستيجها عالي. نو أنا لازم أختار الإشي اللي أنا that I love it بحبه ويكون تك تك ومرتب شغلي. فأنا لازم أتقن وأحب الإشي اللي أنا بشتغله مو اللي غيري بدهم ياني يا أسير. أوكي two pilot طيار. يعني بنعرف كلمة pilot وإحنا صغار. pilot two pilot طيار. أوكي look here three professor. If you look at his picture and this picture, he is a professor. Professor, أستاذ جامعي. إن شاء الله يا ربي كلكم توصلوا الجامعة وتتخرجوا بتخصصات كتير حلوة. وعلى فكرة كمان يا خامس فكرة تانية. هلأ لما المجتمع يكون كلياته doctors، من وين بدنا نجيب farmers؟ من وين نجيب ناس يشتغلوا كهرباء؟ من وين نجيب ناس صناعيين؟ إذن اختلاف الأذواق باختيار الوظائف بتأدي لإيش؟ إنه المجتمع يصير متكامل، ما يصير عندنا نقص في إشي معين. أستاذ جامعي professor. Okay four veterinarian. بقدر أنا أختصر هاي بس بكلمة vet. Look at this doctor. She is a doctor بس إيش specialist of with animals. دكتورة متخصصة للحيوانات veterinarian. وبقدر أختصرها بس لكلمة vet. أول ثلاث أحرف V-E-T معناها veterinarian اللي هي طبيب بيطري. veterinarian شو يعني طبيب بيطري؟ The doctors who treat animals. الدكتور اللي بيعالج الانيمالز مو الهيومنز. أوكي الدكتور الطبيب الإنسان بنقول عنه doctor. أما طبيب البيطري بقول عنه veterinarian. والأفضل إنكم تختصروها لفت. أوكي five. Astronaut رجل فضاء. five. Astronaut رجل فضاء astronaut. six. Look at this man. He is a hero. هذا بطل. ليش؟ لأنه بواجه النار. أكيد عرفتوا. firefighter. six. Firefighter. Firefighter اللي هو رجل الإطفاء. seven. Where is seven? seven. Judge اللي هو إحنا يعني مش دائما إحنا بنشوف الجدج لأنه because we don't go to the court ما بنروح المحكمة. الجدج اللي هو القاضي. seven. Judge. eight. Look at this actor. eight. Actor. ممثل. eight. Actor. الله يعطيك العافية أيها الفارمر. nine. Farmer. مزارع. لولا الفارمر ولا ما بناكل فلافل حلوة زاكية موز fruits and vegetables. so farmer مزارع. ten. Nurse. وكمان النيرسز الله يعطيهم ألف عافية لأنه بهاي الفترة فعلا كان شغلهم كتير ضغط. نيرس ممرض أو ممرضة تزبط على التنتين زي دكتور ممرض ممرضة. teacher معلم معلمة. يعني بالإنجليش ما في عندهم زينا عند العربي معلم معلمة. طبيب طبيبة ما في عندهم تاء التأنيث. فteacher nurse doctor هو بيشمل الجنسين ذكر وأنثى. إذا nurse ممرض أو ممرضة. طيب 11 photographer اللي هو مصور. photographer مصور. 11 photographer. Okay, the last one. حكينا photographer اللي هو مصور أو cameraman بنسميه photographer. لا مصور. الكاميرامان غير. الكاميرامان بيكون حامل الكاميرا وبصور المشاهد في المسلسل. أما photographer مصور يعني بتوقف قدامه بيعمل لك صورة حلوة. طيب 12 scientist عالمة أو عالم. scientist تخصصوا بأشياء وبصيروا يبحثوا فيها وبيعطونا نتائج بناء عليها بصيروا يخترعوا لقاحات ويخترعوا أدوية جديدة ويخترعوا أبحاث و whatever.
طيب بهيك يا خامس بنكون خلصنا الورد باور، كثير سهلين وحلوين. خلينا نروح على السريع يلا على الورك بوك اكسرسايزز. خليني افتح كتابي انا just a minute please. اوكي بيج 59 59. يلا drag and drop word power words below to fill in the blanks. بدي احمل الكلمة واحطها مكانها بالمكان المناسب طبعا. طيب في عنا تايلر خياط، بايلوت طيار، astronaut رجل فضاء، nurse ممرض أو ممرضة، photographer مصور، professor أستاذ جامعي. طيب هو في عندكم تكميل إلى عند 12، هون راح نحل إحنا 6 وأخلي لكم 6 وبعمل لكم إنها سكرين إن شاء الله لحتى تتابعوا معي وتقارنوا إجاباتكم. أوكي I want to travel to the moon. I want to be an. اللي بده يسافر على القمر شو بده يكون؟ السريع يلا. Astronaut. رجل فضاء. You, she would like to be a. شو بدها تكون؟ Because he enjoyed taking picture. هو بحب كتير وبستمتع انه ياخد صور لأي اشي حلو بشوفه. اذا هو photographer. Ben should be a. Ben لازم يكون ايش؟ When he grows up because he loves sewing clothes. إذن زي سيدنا إدريس عليه السلام هو كتير بحب يكون يخيط هو كتير بحب يخيط ملابس علشان هيك هو لازم يكون تيلر. إذن وين هاي الجملة تنطبق على الكلمة اللي قلت لكم إياها على الجملة اللي حكيت لكم إياها بالأول إنه إحنا لازم نحب الإشي اللي إحنا بنشتغله ليش لحتى يطلع متقن. طيب Flying planes and helicopters looks like lots of fun. I think I'll become a. والله قيادة الطيارات هي تسلية. حلو إذا تسلية. A pilot طيار. My sister likes taking care of sick people. أختي بتحب. شوفوا يا خامس بتحب كذا. بتحب كذا اذا لازم تصير كذا اذا انا لازم اختار اشي بحبه لحتى اشتغل فيه. My sister likes taking care of sick people. اختي بتحب كتير تعتني بالناس المرضى. I think she will be a nurse one day. لانها هي بتحب تساعد الناس اللي بيكونوا sick. اكيد انا بتوقع انها راح تكون nurse في يوم من الايام. اخر واحدة. Susan wants to teach adults at university. She plans to be a professor. سوزان بتحب انها تدرس في الجامعة عشان هيك هي بتخطط to be a professor. حلو الحمد لله كلهم صح. انا حليت 6 صح يا سادة خامس. بضل عندكم 6 لازم انتوا تحلوها وبعد ما ابعت لكم الرابط ان شاء الله بساعة بعطيكم ساعة او ساعتين وانا ان شاء الله I will send you the answers to compare with your answers بالسكرين إن شاء الله. هيك يا خامس بنكون الحمد لله we have finished our word power for today. خلصنا درسنا المعاني للوحدة 12. Next lecture إن شاء الله we are going to start our grammar in unit 12. دمتم بخير وتقبل الله الصيام والله يعطيكم ألف عافية. This is your teacher سهير شمعون was with you. Good luck للجميع. وبأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.